يعني لو اقول لحضراتكم كان في كده خناقه خفيفه قبل الهوا بصراحه وهحكي لكم عن تفاصيلها، بس خلينا نبدا بفكره هنا حرق الدهون والسعرات اللي اعتقد بتشغل فئه كبيره جدا وبال ناس كتير جدا من الناس، لكن عايزين نعرف الطرق السليمه والصحيه عشان نحرق الدهون، وكمان المخاطر، وكمان نقدر نقول مخاطر انخفاض الدهون زياده عن اللزوم، لان في ناس بتخس من غير ما تستشير طبيب وبتخس من نفسها وبتتبع اساليب ربما هي تكون مضره اصلا لجسمها. خلينا نرحب ضيفنا العزيز جدا دكتور هاني جبران استشاري التغذيه العلاجيه. صباح الفل. صباح الخير يا رب. اهلا وسهلا واهلا بيك يا استاذ كريم. صباح منور الدنيا دكتور. جمال كمان نقدر نقول. سعداء بوجود حضرتك معانا. وما تيجي بقى يا دكتور نبتدي بالنقطه اللي كنا بنتكلم فيها في الفصل. الخناقه اللي هي الجدل اللي دار ده يعني لسه حالا برضه عشان نوضح للناس، يعني كان في حوار كده قبل ما نطلع لحضراتكم على الهواء من خلال يعني الفاصل اللي فات، كان الدكتور بيتكلم معانا ان من ضمن النقط اللي عايزين يعني نتطرق ليها في حديثنا معايا النهارده فكره ان في دواء جديد احدث يعني ثوره في دنيا التغذيه وفي دنيا التخسيس بصفه خاصه. طبعا نهاوند سمعت الكلمتين دول من هنا وعينيها وسعت ونفسيتها انشرحت، ودخلنا بقى في الحوار اياه بتاع ايه ان هي شايفه ان هي محتاجه تفقد وزن. ايوه وده انا سبت حضرتك بقى ترد، انا بطلت اعلق على التفصيله دي. انا قلت لها ما ينفعش ابدا يا استاذ نهاوند انك انت تخسي، لانك انت مقياس الجمال انت حضرتك تاخدي ده نصورها ونحطها نقول لها كل الستات مصر لازم تبقى زي الاستاذ نهاوند، لكن هي عايزه وده الكلام ده انا قلته ان هي لازم البرسبشن بتاعك يعني ايه استقبالك انت لنفسك ايه، وهل ممكن انا فعلا الناس كلها شايفه انت حلو زي الفل وكده، لكن انا شايفه نفسي ايه؟ وهي دي الحقيقه، انا شايف نفسي ايه لكن لمعايير معينه، لان انا لو وصلت لمرحله معينه انا كويسه وكل حاجه تمام وحاسه لسه برضو ان انا قليله، دي بتبقى حاله مرضيه محتاجه برضو علاجات. طيب ايه اللي نقدر نقوله هل انا كويسه ولا لا؟ هي اللي نقدر نقول ان احنا نزود الكتله العضليه ونقلل الكتله الدهنيه عشان يعمل شيب، مش عشان ابقى زياده او الناس تقول عليا حلوه خلاص، لا ابقى صحيه، والصحيه هي دي الاهم، ان انا ابقى صحي وعندي طاقه ان انا اعمل اي حاجه وشكلي حلو في نفس الوقت. حلو، بالنسبه بقى للدواء بقى اللي حضرتك بتتكلم عنه، ايه حكايته كده باختصار؟ هو الدواء ده اساسا كان موجود من زمان الاول، ده هو اساسا اول ما ابتدى موجود كمان في امريكا، وهو مش دواء هو حقن علشان نبقى عارفين، الدواء دوت دواء لعلاج السكر والكلام ده هتقول لك ايه ده؟ هو كان دواء لعلاج للسكر في الاول، اول ما نزل لعلاج السكر. الحقن كان لذيذ جدا وممتاز وبيجيب نتائج ممتازه. مع استخدامه لقوا ان هو كمان بيقلل في الوزن وبيسد الشهيه وبيحرق الدهون. قال لك ايه؟ ملوش اضرار من ناحيه السكر خالص يا دكتور. لا هو بيعالج السكر، هو ما بيجيبش السكر. لا اللي ما عندوش سكر. ايوه ما هو دي بقى، ان الناس اللي ما عندهاش سكر اللي هم النورمال سبجكت اللي هم الناس الطبيعيين العاديين، هل بيأثر عليهم؟ لا. هل بيوطي السكر؟ لا. هل بيزود السكر او بيجيب امراض؟ لا برضه. طيب ايه ده؟ ده حاجه جميله قوي. فهو لقوا ان هو بينزل في الوزن. الدواء معروف جدا، واخد تصريح من منظمه الصحه الامريكيه الاف دي اي، فدي حاجه يعني خد على دراسات كتير جدا قبل ما ينزلوه. لما لقوا كده قال لك طب احنا هننزله بقى للتخسيس. الاف دي قالت لا مش هينفع الكلام بنفس ده بنفس مكوناته ولا تم تعديل اي حاجه فيها؟ ما هي دي بقى الايه الحلوه بقى اللي في الكلام ده، اللي هو نفس التركيبه العلميه لكن الجرعات مختلفه للتخسيس. فعشان كده عشان الجرعات مختلفه للتخسيس نزلوه باسم تاني بشكل تاني، بس هو يبقى هناخده. هل ناخده بقى اي حد بقى يروح يجيبه من الصيدليه؟ هو متوفر في مصر؟ أيوة. موجود؟ لا متوفر في مصر. أوكي. هو غالي نسبيا على حسب الحاله. هو انا بقوله للناس كلها ان هو بديل للعمليات، يعني اللي مش عايز يعمل عمليه للتخسيس يبقى هو ده. تقولي بتفكري تعملي عمليات؟ لا لا عمليه ايه حضرتك؟ ده لو ده الموضوع ابعد من اللي احنا متخيلينه يا دكتور. انت كنت بتفكري انه يعمل لك عمليه؟ احنا نبلغ عليه نقابه الاطباء على طول. ده احنا لازم نحجر عليها. والله يتحجر عليها رسمي. بس ده سحر يعني زي ما حضرتك بتقول بديل العمليات، يعني ناس كتير ممكن هي من غير بنج ولا اي حاجه ويعني والمخاطر بتاعت العمليات ده سحر كده تحت اشراف طبي. يعني ما ينفعش ابدا، ولازم مش اي حد اللي ياخده، لازم الدكتور هو اللي يحدد يبتدي معاه ازاي مع نظام غذائي. ما فيش حاجه اسمها سحر. يعني ايه؟ مش هاخد الدواء خدته من هنا خلاص انا واكل اللي انا عايزاه. لا هو مشكله يعني حلاوه الدواء ده انك حتى لو انت عايزه تاكلي مش هتقدري،
ولو خدتيه بجرعات كبيره قوي ممكن يوجع المعده، فعشان كده لازم اشراف طبي، لازم بجرعات متساويه وتزيد. انا هقول للناس طبعا احنا مش هينفع نقول اسم الدواء علشان هيبقى اعلان، بس انا هعرف اسمه بعد الهوا. ابعتوا لي على تويتر لو عايزين وانا اقول لكم اسمه بجد. والله شفت اللفه؟ لا دي حلوه دي قوي. هو مش مثلا حاجه خطر، هو موجود لكن ما يتباع في الصيدليات ولازم تحت ايه روشته الطبيب. مفيش دواء عكسي بقى للناس اللي زي حالتها. ايوه دي اشمعنى الطب بيقف عاجز قدام الناس اللي بتعاني من النحافه؟ بس دول الناس على فكره الناس كلها معتقده ان النحافه ديت يا بختهم ويا ريتنا نبقى زيهم. غلط خالص، ده بيبقوا عندهم مشاكل اكتر، وخصوصا في السيدات وفي الرجال برضو، ان هو بيقول لك انا تعفان انا تعبان. هل اعمل ايه علشانهم؟ في شويه حاجات لازم نعملها. نمره واحد ومهم جدا، نعمل شويه تحليلات، والتحليلات دي اساسيه. منها تحليل الغده الدرقيه، ممكن تكون الغده الدرقيه نشطه جدا هي دي اللي مسببه لي في النحافه، او قليله جدا برضو مسببه لي للسمنه. فلازم نعمل تحليل الغده الدرقيه. والحاجه الثانيه مهمه كمان، فيتامين د. فيتامين د مهم قوي للسمنه وللنحافه برضو. ليه بقى؟ لان هو اساسا فيتامين د ده بتاع الميتابوليزم، اللي هو ايه نفسه اللي هو التمثيل الغذائي. فلو مش مظبوط سواء بالزياده او بالنقص او بالنقص بالذات، لازم اظبطه كويس قوي واديله جرعاته المناسبه علشان ازود الايه التمثيل الغذائي للي عايز نحافه واللي عايز فيتامين دي. ده اللي هو كان ضمن البروتوكول بتاع كورونا، صح؟ مزبوط. انا كنت باخده. مظبوط فعلا، هو ده جزء. نستمر بقى عليه. هو مش بروتوكول كورونا للبروتوكول كورونا، هو علشان يزود المناعه، لان هو بيزود تمثيل غذائي فبيخلي الواحد عنده صحه. الحديد ده تقريبا حاجه كده؟ لا، الفيتامين ده حاجه ثانيه غير الحديد. الحديد برضو جزء منه، لانه بيبقى موجود بطريقه معينه، فاحنا بنديه يعني تحليل غده درقيه طبعا، وفيتامين د. من الموضوع فيتامين د نسبته قد ايه في الجسم؟ لازم نسبته قد ايه، ولو كان قليل ناخد له جرعاته المناسبه، مش اي جرعاته خلاص اللي هي ممكن يكون قليل قوي. طب لو افترضنا ان الغده الدرقيه زي الفل وفيتامين د زي العسل، حلو جدا. المشكله فيتامين د زي العسل، حلوه دي، انا هاخدها في كليه الطب. فيتامين د زي الفل والغده الثانيه زي العسل. وحياه ربنا، يبقى المشكله فين بقى يا دكتور؟ المشكله ما دام الفيتامين د زي العسل خلاص، يبقى كده احنا زي الفل. خلاص يبقى خلاص، يبقى احنا بنتكلم في ايه؟ ايوه احنا هنعمل حاجه ثانيه بقى، ان احنا لو كل ده سليم فعلا وعملنا تحليل براز وبرده سليم، يبقى مشكله نقيس بقى بالجهاز الامبادي اللي هو نشوف مشكلته فين. هل عندي نقص في الكتله العضليه ولا في الدهون؟ ولو كانت نقص في الكتله العضليه، يبقى الناس كتير قوي بتعمل حركه غلط كتير قوي، اللي يقول لك عندهم نحافه يبتدي ياكلوا مكرونه كتير ورز كتير وياكلوا حلويات كتير، يقول لك عشان اتخن وما اتحركش علشان ايه ازيد في الوزن. كده غلط لسبب واحد، ان بالطريقه ديت هزود الدهون اكتر وهقلل الكتله العضليه، فعلى حسب الوزن بتاعي واشوف كميه الدهون قد ايه والكميه العضليه، ازود الكتله العضليه، ان انا ابتدي اكل بروتين اكتر والعب رياضه. النحافه يلعب رياضه، ده لازم يلعب رياضه. وعلى حسب بقى انا محتاج اعمل ايه. هل عايز ازود الكتله العضليه بشكل حلو، يعني ازودها بالطول كده اللي هي تبقى طويله زي عمرو دياب كده، يبقى العضله طويله كده؟ ها يا سلام. دي حاجه جميله. يا سلام. ازاي بقى؟ مهم قوي الحكايه دي، لان في ناس بقى بيبقوا عندهم كتله عضليه بيبقوا عاملين زي الايه اللي هم واقفين باونسر كده، اللي هم لا ده وحش قوي ده. ده مش حلو على فكره. يبقى عايزين طوله يعني العضله كبيره. طب نعمل ايه؟ نبتدي نلعب رياضه صح، ونعمل إطالة. الإطالة اللي هي التسخين العضلة مهم جدا، زي التمرين الحديد بالظبط. ما يقولش يلا بسرعة تك تك وخلاص، لا، ده لازم يعمل إطالة مهمة قوي علشان العضلة لما تكبر تكبر بطولها، مش تكبر وتبقى زيادة وخلاص. فلازم تحت إشراف في مدرب جيم يكون متخصص تربية رياضية أكتر أهم من أي حد، ولا حاجة تحت إيه ما يكونش لها أي معنى يعني. طب اروح مع حضرتك يا دكتور برضو ليه فكره الفاست فود، لان معلش مهما قلنا ومهما نصحنا نفسنا حتى ما بنقدرش ان احنا لما نبقى جعانين كده معديين في الشارع محل شاورما مش عارف ايه، قاعدين في البيت لوحدنا ما فيش اكل، همبرجر يلا دليفري، ده بيحصل. طيب انا دلوقتي ازاي كشخص انا مش عايز اتخن ومش عايز ازود الدهون ومش عايز اكل اكل غير صحي وجعان جدا وعايز حاجه سريعه، اعمل ايه البديل؟ حلو. اول حاجه انا لازم احط في دماغي ان النظام الغذائي ده اسلوب حياه، مش
انا رايح عندي شويه برد، خدت دواء هخف واعمل اللي انا عايزه بعد كده. يبقى ما دام اسلوب حياه يبقى ما فيش حاجه اسمها ما اكلش على مدار اليوم كله واكل بالليل واطلب دليفري. حكايه الدليفري ولا يجيب الشركات عشان تيجي له لغايه البيت دي اول غلطه. اطبخ في البيت، اعمل اكلك في البيت، ما عنديش وقت، الكلام ده كله. يبقى نطلب صح في كل المحلات اللي هي فيها الفاست فود، فيها الاكل الصحي وفيها الاكل الغلط. انا اللي بنقي، مش هو بيقول لي اكل ايه. طيب انا عايز اكل مره اكل غلط، ايوه ممكن، بس يبقى مره ونبقى بالعقل برضو مع نظام غذائي متوازن على مدار اليوم كمان. يعني ابتدي اكل صحي من اول ما اصحى من النوم لغايه ما انام. حكايه ان انا ما اكلش خالص، او الحاجه الثانيه بقى اللي هو الانترميتنج فاستنج، اللي هو اللي اسمها النظام الصيام المتقطع، اللي هو يبتدي على الساعه 7 ما ياكلش حاجه خالص. دي اول غلطه على فكره، النظام ده غير صحي. طيب ده مهم قوي النقطه دي، يا ريت لو تنزل استرابا يا جماعه، اللي هو الصيام المتقطع ده شديد الخطوره. وشديد الخطوره جدا وخطر. ليه؟ لاني انا بنزل في الوزن لكن بنزل ايه؟ بنزل الكتله العضليه مش والدهون، فالدهون هي اللي بتزيد والعضلات بتقل. اسيب النظام من هنا، ايه اللي هيحصل؟ ان انا هزيد في الوزن اكتر واكتر من الاول، زيه بالظبط زي النظام الكيميائي بالظبط، اللي هو بياخده نظام كيماوي، يوم كله فاكهه يوم كله خضار، بنزل في الوزن. بس اللي بيحصل ايه؟ بنزل الكتله العضليه وبزيد في الكتله الدهنيه، وزني قل على الميزان لكن غير صحي وجسمي مرهرط. برضو قبل ما نطلع من تفصيلة الجانك فود، لأن ليها انعكاسات سلبية شديدة الخطورة على الأطفال، حضرتك عارف الأطفال طبعا دايما النوع ده من الأكل بيكون يعني مستحب بالنسبة لهم، والمقرمشات والعصاير المعلبة وإلى آخره. بيعمل إيه الكلام ده بجسم الأطفال؟ كويس. أولا علشان الحاجات المقرمشات والمياه الغازية الغير صحية ديت مشكلة الأطفال، لا دي مشكلة الأهالي عشان نتكلم فيها. يسيبوا أطفالهم يعملوا صح اللي هي ومظبوط. إحنا اللي بنربي عيالنا مش عيالنا اللي بتربينا، والله يعني مش قوي كده، مش بالضرورة يعني، وغالبا إحنا اللي بنتربى منهم بنتربى. أيوه هي دي حقيقة. لكن إحنا لازم نوجه الطفل وما نوجهوش بالعنف، إحنا نقول له إيه هو الصح، وبنبتدي من يعني هو بتبقى تيتا وجده يقول له الولد عمل حاجه حلوه، ينقوم نديله ايه اللي بيحصل ايه، نديله حلويات، نجيب له كيكه من الشارع، الكلام ده كله. لا احنا نديله فاكهه ونفهمه ان الفاكهه ديت زيها هي الجايزه بتاعه الاكل بتاعه الحاجه الحلوه اللي هو عملها. فلو ادينا له فاكهه وبينا له ان الفاكهه وفاكهه صحيه مش اي فاكهه وخلاص، هنبتدي نحس ان احنا عندنا الطفل اتبنى بناء سليم والاسره كلها تعمل نظام غذائي. طيب هو كل اصحابه بياكلوا والاعلانات اللي بتطاردهم في التلفزيونات، احنا نقول لهم ممكن بس يبقى مره واحده في الاسبوع ومع الاسره وخروجه، ونبتدي ننقي. يعني بدل ما ناخد المشروبات الغازيه لا ناخد الفاكهه او ناخد العصير، بدل ما ناخد الحاجات اللي هي فيها دهون كتير وفيها البطاطس كتير لا ناخد والمواد الحافظه، نبتدي ناخد الحاجات اللي هي فيها سلطه. انا عندي سؤال بمناسبه الفرنش فرايز بقى اللي هي البطاطس المتحمره. انا قريت حاجه غريبه وهل صح ولا غلط، بيقول لك الفرنش فرايز مفيد جدا وما بيتخنش، ده كان هزار؟ ده كان بيقول الكلام ده فين بالظبط؟ الكلام ده اتكتب فين بالظبط؟ فين بالظبط؟ الفرنش فرايز ما بيتخنش؟ لا هو بيتخن قوي. هو ما بيتخنش، هو بيتخن قوي، هما قصدهم ما بيتخنش. يمكن دي النقطة جدا. فهو بيتخن جدا جدا كمان. ليه؟ لأنه هيقول لك هناخده بزيت مقلي أولا، لأنه البطاطس والبطاطس ديت نشويات كتر منها هيزيد في الوزن، مقلية بالدهون غير صحية، فالدهون الغير صحية هتترسب في الجسم. طب المهروسة، المهروسة يا فندم، المهروسة ما برضه اسمها بطاطس، كتري منها برضه غلط، يعني هنكتر من أي حاجة، يعني نقول بطاطس مهروسة، ناخد حبة كده ها بطاطساية، مش تاخد أربع بطاطسات ونعمل حلة كبيرة ونحط عليها زبدة واسمها مهروسة، صحيح. يبقى كده مش مهروسة أبدا، دي كده أنا عندي سؤال مهم جدا، لأن ده يعني أنا أعرف ناس على المستوى الشخصي بصراحة بيعانوا من القصة دي، في ناس عندهم زياده في الوزن باي شكل كان او باي لمس، أيوه. ولكن هم مش عارفين تماما يخسوا لسبب تاني خالص وهو نفسي، ايوه يعني النفسيه لما بتكون بايظه او مدمره او السلف ستيم او أيوه. الثقه بالنفس، كلنا بنمر بفترات زي دي، اكتئاب او غيره، ضغوط الحياه، بيبقى البني ادم صعب قوي ان هو يقدر يخس مهما كان عايز، وبالعكس بقى بيبتدي ياكل اكتر ويبوظ في شكله اكتر، ودي كيسز بجد انا عارفها على مستوى الشخص. الناس دي تعمل ايه؟ كويس. هي الموضوع دوت زي ما قلنا قبل كده، اللي هو البرسبشن او قبولك لشكلك. لما اكون انا متضايق نفسيا بيبقى عندي حاجتين، يا اما ما اكلش خالص
يا اما اكل كتير او ادمر نفسي. هو بيبقى حاجه اسمها ايه، تدمير النفس، ان هو عايز خلاص انا الموضوع منتهي، انا مفيش حاجه، وابتدي كده. ده لازم له علاج نفسي فعلا، ولازم ياخد ادويه مضاده للاكتئاب، لان عاده بيبقى يكون الاكتئاب هو جزء من النظام، مع إن لو هيعمل نظام غذائي مع ضغط المجتمع كله، انت زياده في الوزن، انت شكلك وحش، انت مش هتتجوزي، الكلام الغريب اللي بيتقال ده صراحه ملوش لازمه ابدا يعني. وبس بيحصل، ما دام بيحصل يبقى لازم نتعامل معاه، ومش هنسكت كل الناس. يبقى انا يا اما عندي حلين، يا اما احول الحاجه ديت لطاقه ايجابيه عندي، ان انا ايوه انا هبتدي اكل صح وابتدي اتحرك، يا اما اشوف دكتور متخصص لعلاج النفسي يديني جزء. هل اخد بقى، هل معنى كده بقى اللي انا رحت للدكتور نفساني انا اتجننت انا كده؟ لا، دكتور النفساني زيه زي دكتور البطنه، متخرج من كليه الطب. طبعا الثقافه عندنا بس هي اللي يعني ايوه، بس ابتدت تتغير شويه. وناخد الدواء، والدواء دوت هل على العمر كله؟ انا مش هقدر كده، اصل ده بيلعب على المخ والكلام الحلو اللي بسمعه ده. دواء زي اي دواء، زي دواء الكوليسترول، زي دواء الضغط، زي اي دواء تاني، زي دواء المعده، هيخش جوه الجسم، هيهدي الهدف منه، هناخد اللي احنا عايزينه، هيظبط نفسيتي اكتر، هيتقبل الحياه اكتر، هبتدي اعمل نظام غذائي وانا سعيده من غير ما يكون ضغط نفسي. يبقى نتعالج نفسيا الاول وبعدين الاثنين مع بعض، العلاج النفسي مع النظام الغذائي الاثنين. والاهم من كل ده ان انا اطلع الطاقه بتاعتي كلها في الرياضه. الرياضه جزء اساسي من اي نظام غذائي، سواء للنحافه او للسمنة. برضو من ضمن مظاهر اللبس اللي حاصل في اذهان كتير من الاباء والامهات، فكرة ان احنا عايزين نغير الثقافة النفسية بتاعتنا، وفكرة تعاملنا مع الطبيب النفسي، في كتير من الاسر واولياء الامور عندهم اطفال بيعانوا من مثلا اللي هي فرط الحركة AUH H1 دي، واحد مش عارف الابريفيشن بتاعها ايه. في ناس عندها اطفال بيعانوا مثلا من البانيك اتاكس، او ان هم عندهم مثلا هوس بامور معينة، او خوف. في مثلا اطفال بيخافوا بشكل مبالغ فيه على ابوهم وامهم. النوع ده من الامراض في اهالي بتخاف تودي علاجها عند طبيب نفسي، خوفا من ان هو يكتب لهم ادويه تاثر من وجهه نظرهم على كيمياء المخ وعلى نمو الولد. الى اي درجه الكلام ده مغلوط؟ الكلام ده غلط جدا، لان هي اللي حصل ان الكيمياء او شويه هرمونات او جزء من المستقبلات بتبقى ناقصه، انا محتاج ازودها عن طريق الدواء علشان يرجع طبيعي تاني. طيب انا اعرف الكلام، حتى في حاله مثلا فرط الحركه، لا غير فرط الحركه، مثلا تاخر النمو، يعني مثلا طفل عمره 12 13 سنه هيئته العامه بتاع الطفل عنده 8 9 سنين بس، كويس، برضو بيخافوا ان هم يروحوا لاطباء متخصصين في حته النمو بصفه خاصه. بالنسبه للنمو وبالنسبه للشكل، وده شكله غير مختلف خالص عن ابن عمه ولا ابن خالته ولا العيال اللي في المدرسه، ده كلهم طوال وهو الوحيد اللي قصير. لا، في معايير وفي استاندر معين، يبقى الدكتور الاطفال هو اللي يقدر يقول الكلام ده، يشوف الطول بتاعه هل متناسب، هل الوزن بتاعه متناسب وطوله متناسب، مش ولو كانت الإجابة علشان اصحابه شكلهم مختلف. لو كانت الاجابه لا، انه فعلا عنده مشكله ما في النمو، يبقى نعمل تحليلات للهرمونات. ممكن تكون هرمون اللي هو اسمه جروس هرمون هو اللي قليل، اللي هو هرمون النمو ده، لو كان قليل ده تحت اشراف دكتور امراض اللي هو الغدد الصماء، هو اللي يقدر يدي الجرعات المناسبة ويتابعه، وهو ده اللي يقدر ناخده. لكن هل اخده لوحدي؟ خطر. هل اقول دوت هيزود وخلاص؟ لا، لان لو كان عنده نقص نديله، طب لو ما عندوش نقص وكانت المشكلة حاجة تانية ندور على المشكلة وندي العلاج. فالدكتور اللي هو دكتور الغدد الصماء هو اللي يحدد المكان النمو بتاعه سليم الاول، نروح يعني مش طبيب اطفال بقى، طبيب الاطفال الاول يشوف اذا كان هو سليم ومناسب لبقيه في السن العمريه ده، مفيش نبتدي نروح لدكتور الغدد الصماء. لكن ابتدي من لوحدي، هل اقارنه علشان هو شكله في وسط اصحابه؟ لا، الدكتور هو اللي يقرر الحكايه دي. طيب بالنسبة للناس اللي عندها سيولة، لأن ده برضو منتشر الفترة الأخيرة بشكل كبير، وهم عايزين يخسوا، فبالنسبة لهم العمليات هتبقى مستحيلة لأن السيولة في الدم خطر جدا، ممكن تعمل جلطات وغيره، لكن يلجأوا لإيه بقى؟ هل الدواء اللي حضرتك بتقول عليه ده مثلا ممكن يفيد؟ الأدوية ممكن تساعد جدا، بس مش الدواء بس، مع النظام الغذائي. يعني هو عنده سيوله وبياخد دواء للسيوله حلو زي الفل، مش معنى كده ان هو حياته انتهت، لا، واحنا مش هنعمل عمليات، انا ما بحبش العمليات خالص، يعني مع دكاتره ما فيش حد يعمل عمليات. قبل ما تعمل عمليه وتقول انا عايز اعمل عمليه، ده انا معايا فلوس اعمل اللي عايزه، العمليه مش ان انا مش قادر اعمل رجيم، العمليه ديت لما افشل من كل حاجه، وفي حالات معينه كمان.
يبقى لازم اعمل نظام غذائي لمده 6 شهور. يعني انا لما كنت في امريكا كنت شغال مع الدكتور ريتشارد فيلمان، وكانت لسه العمليات اللي هي كانت لسه زمان تدبيس المعده كانت لسه جديده خالص، وكانت شركات الانشورنس اللي هي التامين هي اللي كانت بتدفعها. شركات التامين في امريكا ما كانتش بتحب تدفع فلوس كتير، فكانت بتروح عند يعني كان يبعتوا العيان ليه عندنا يعملوا نظام غذائي صحي لمده 6 شهور، خس وبقى كويس الحمد لله وفروا فلوس العمليه. طب ما خسش والدنيا زي ما هي، يعملوا له عمليه لكن هيبتدي يعرف ياكل صح، وفي نفس الوقت هيخس اكتر. مشكله الناس ان هي فاكره عمليه انا اكل اللي انا عايزاه اعمل العمليه. غلط، انت ما بتعمل العمليه احنا محتاجين ان انا اكل صح عشان ما ارجعش تاني. كتير قوي يقول لك العمليه باظت انا اتخنت. ليه بقى؟ لان كل اكل بياكله هيبتدي يرجعه. كل ما اكل بياكله بيرجعه. طب هو بيبقى هبطان فبيعمل ايه؟ فبياكل حلويات كتير، بياكل عصاير كتير سكريات. فالعصاير والسكريات الكتير فبتزود في الوزن. يقول لك العمليه باظت مني، ده انا اتخنت بعد ما خسيت. وما بيلعبش رياضه فجسمها بيرهرط فتبقى شكلها اوحش من ان هي ما تعمل العمليه فعلا. طيب اخيرا يا دكتور برضو عايزين نتكلم مع حضرتك في عجاله كده عن فكره المكملات الغذائيه. أيوة. وفكره الناس يعني اللي عندها مثلا نقص في الدهون، احنا اتكلمنا كتير عن الناس اللي عندها زياده في الدهون. أيوة. لكن اللي عنده نقص في الدهون بيلجا غالبا لمكملات غذائيه او واي بروتين والنوع ده من الامور. الحاجات دي ممكن تتاخد حتى لو الشخص مش بيمارس رياضه؟ هو كويس ان السؤال ده ممتاز. انا ما بحبش اخد اي مكملات غذائيه من غير رياضه. الرياضه جزء اساسي، يعني لو عملنا رياضه بس وكلنا اكل طبيعي هزيد في الوزن. طيب انا عايز اعمل شكل، يبقى العب رياضه وكميه البروتينات والاكل اللي انا مش مكفياني عشان ابني عضلات اخد مكملات غذائيه. هل اخد مكملات غذائيه وانا وزني زياده؟ لان اللي بيحصل في بعض الجيمات بتبقى الموجودين في مصر هنا بيقول لك لا خد مكملات غذائيه وهو وزنه زياده. لا، ما تاخدش وزن مكملات غذائيه وزنك زياده، لانك انت عندك زياده في الوزن كده هتزيد اكتر. لا، قلل في وزنك وكل اكل عادي الصحي هتبقى شكلك متغير. طب انا عايز ازود الكتله العضليه في جسمي اكتر، يبقى ناخد المكملات الغذائيه. واعمل ايه تاني؟ والعب رياضه صح. يعني العب رياضه صح يعني انا عايز ازود الكتله العضليه في الحته ديت، يبقى ازود الوزن في الحديد اكتر واقلل في الايه الريبيتيشن اللي هو العدات. في انطباع عند ناس كتير فكره ان يقول لك ايه، لا اصل المكملات الويت بروتين بصفه خاصه اوعى ده بيترسب في الكبد، ده بيبقى له انعكاسات سلبيه على الجسم، فيعني فلازم تحرقه بالكامل من خلال الممارسة ومن خلال عدد معين من لترات المية اللي تشربها يوميا. والله اللي انت قلته ده كلام ممتاز جدا، لان انا عايز اوضح الحكاية دي. هل اي حد ياخد مكملات غذائية او ياخد الحاجات اللي هي بروتين بس، في كمان مكملات غير الواي، في حاجات تانية بتبقى بروتين بس، هل اخدها على طول؟ لا، ما بص بقى، احنا لازم نتاكد ان الكلى سليمه كمان. لان هو لو الكلى غير سليمه كده هيبقى فيه مشكله قوي، انا باخد بروتينات كتير جدا كده هعمل مشكله صحيه. فابتدي اعمل تحليلات. التحليلات مهمه قوي. بعد ما اعمل التحليلات ابتدي اخد المكملات الغذائيه لو انا محتاجها، ولو انا محتاجها يبقى لازم العب رياضه. طب انا مش محتاجها، مش هلعب رياضه، انا عايز اخدها عشان ازيد في الوزن. لا، الكلام ده غير صحي وغير طبيعي. هو لسه يعني احنا المفروض يبقى للحديث بقيه في يوم ثاني، لان لسه الملف كبير جدا بجد. الدكتور هاني أشكرك. على كل حال بنستفيد والله بجد، بنستفيد بوجودك. مش هتمشي من الاستوديو غير لما تديني اسم الدواء. نورتنا. نخش على اليوتيوبر انا ارجع. نورتنا يا دكتور هاني. انا ليا الشرف بوجودك، وفعلا افدتنا بوجود حضرتك معانا النهارده، وان شاء الله نلتقي بيك مره ثانيه على خير عن قريب. طيب هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع نكمل معاكم بقيه فقرات الفضل.